FM. الكلمة ليك. فوالا نيجي عندنا تليفون توا كما قلنا باش نحكيو على حي تعمير في منزل تميم. معنا سي خليفة المنصوري بالتليفون. صباح النور سي خليفة. صباح النور سيدي. صباح النور سي خليفة. كنت اتصلت بينا وبعثت لنا على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام، كنت بعثت لنا صور فريمون تحزن على حي تعمير. عشرات العائلات كما قلت انت، كنت فريمون اطلقت صيحه فزع معناتها على الباج فيسبوك نتاعنا. قلت سامحوني في الكلمه، قلت عايشين معناها في القذارات معناتها حاجات ماهيش معقوله نجموا نقبلوهم اليوم في 2018. كانت نجم تعطينا اكثر تفاصيل سي خليفة، كانت نجم تعطينا اكثر تفاصيل معناها على الحي معناتها وعلى معناتها لي كونديسيون الظروف البيئيه القاسيه اللي عايشينهم غاديك. الله يحيي كبير، حي البلاد نتاعو ضخمة، القنوات نتاعو معمولة قديمة، بس ذاك القنوات بالسيمان تهرات ولا تتخرج في القذورات اللي برا، ما عادش صالحة. قداش ليها ملي قاعدة هكا معناها عايشين في لي كونديسيون هذوما؟ عندها مدة طويلة، يجيو ديوان التنفيذي يجيو طريفي يعديو يصرحوا هكا ويخليو هكاك تو في الاخر تحرات الكل سقطت في بعضها، ما عادش تعدي. سيرتو مع الامطار نتصور سي خليفة. لا كي تجي الامطار الناس تفرح عادة بالامطار، احنا نخافوا من الامطار. هذا كي يصيد علينا الماء يدخل حتى للديار الناس تبات قاعدة ما ترقدش. سي خليفة حبيت نسألك قداش من عائلة معناتها حسب التقريب في حي التعمير؟ حي التعمير الكل قداش فيه من عائلة؟ حي كبير فيه 2000 عائلة، يمكن حي كبير برشا، فيه حي التعمير واحد وحي التعمير اثنين وطرقات ماشي معبدة، فما الأوساخ، فما التهميش، فما الإهمال، فما كل شيء. اتصلتوا معناها بالسلطات معناتها باش نجموا تندوا بالظروف هذه؟ بشكون اتصلتوا؟ شكون جاي وزاركم غاديك؟ المسؤولين ما يزوروش تو، يجي كان السيد رئيس مركز التطهير سي عادل بي يجي يقوم بالواجب نتاعو في الحق، ما هذيك بحد إمكانياته وهذيك هي ما عندوش امكانيات متوفره حتى يرجع يشاور عارفه حتى ياخذ الاذن. معناتها سي خليفة انت حتى الصور اللي ليناهم معناتها حتى وقت اللي تصب الشتاء كيف معناتها يعوم الحي. هو قال لك نخافوا من الشتاء هذاك خارج من القنوات، خارج خارج من القنوات نتاع حشاك المجاري نتاع المنازل. سي خليفة فما شكون مرض معناها من الجراء معناها لي كونديسيون هذوما، سيرتو صغيرات وني نحكيو يمكن تنقاو صغيرات يمرضوا من المشاكل البيئيه هذيا أكيد. وين البقعة هذيك اللي بعثتها لكم بالضبط؟ فما روضة غاديكا، فما روضة من أكبر روضات في منزل تميم، فما روضة والصغار يتعدوا عليها بأحذيتهم والسيارات نتاع أولياءهم يبدأ تحتها من اللطف تمر فوق منها وتبدأ الروائح كريهة تنبعث والإنسان ولا يعيش حتى في حالات توتر حتى في داخل المنزل نتاعو. ينجم يأثر حتى على نفسيته بيان سور، نفسيته يعيش في التوتر، يعيش في مزاجه متعكر. سي خليفة شنو تحب تقول؟ انت الانسان ينجم يصبر على كل شيء الا الروائح والقذورات ما ينجمش يصبر عليها. هذه امراض معناها تتسبب في امراض جلديه، تتسبب في امراض حتى نتاع التنفس، هما بيدهم قالك ما عادش مرتاحين ولاو معناها ما ينجمش يكون انسان مرتاح معناتها في 2018 نحكيو على روضه معناتها محطوطه بحذا في بلاصه معناتها فيها المجاري فيها كي تصب الشتاء، هذوما عباد معناتها في 2018 في القرن 21 يخافوا من الشتاء كي تصب، هذه حاجه مش معقوله بالكل. سي خليفه شنو تحب تقول معناتها اليوم للسلطات؟ واحنا باش نتبعوا الملف هذا امل باش نحاولوا نتصلوا بالسلطات على 100 متر هذه نتاع القنوات المكسره هذه داخل تحت اللوطه ويعاودوهم، ما فيها باس يعاودوهم، هاولا حتى مستعدين الاهالي نعاونوهم احنا ماديين.
مستعدين. هل سعاد القطب وسعاد الغاني هل مستعد نجمع لك حتى مبالغ ماليه؟ لا ماهوش دوركم راهو سي خليفه باش تجمعوا. ماهوش دور لكن احنا مستعدين للمساعدة. يحبوا معناها يدخل معناتها تسمع مواطن يقول لك انا مستعد باش ندفع على راحتي، هذا زاد ماهوش معقول معناتها اليوم ماهوش معقول. نصبر على الشهر، نصبر على كل ما فماش ماء ما فماش لو كذا الكل نصبر. لا ما فماش علاش باش تصبر زاد سي خليفه، ما فماش علاش. هو كريهة ناتينا ما نفصلت وإحنا وصغارنا وحالتنا في حالة مقربة، هذا ما يتحملش، لا يحتمل. واضح سي خليفة. دونك صوتك وسط كاب أف إم الكلمة ليك.